في هذا الفيديو راجع جهاز ريلمي اكس 2 برو. هذا الجهاز اللي بمواصفات جدا عالية بالمقابل نص سعر الأجهزة المنافسة. خلونا نشوفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة رحت إلى مؤتمر إطلاق جهاز ريلمي اكس 2 برو. هذا الجهاز اللي شفت مواصفاته جدا عالية وصدمني جدا بالسعر اللي حاطينه. شركة ريلمي هي شركة صينية ناشئة وعندها معدل نمو وايد كبير، وبدأت تدخل بسوق الدول العربية. ابتدت حاليا بالإمارات والعراق، وراح تتوجه إلى دول الخليج بوقت قريب. بس قبل لا ندخل على الجهاز ونشوف مواصفاته، لا تنسون تشتركون بالقناة وتحطون لايك على هذا الفيديو، وتكتبون لنا رأيكم بالجهاز بالتعليق. هذه هي أفضل طريقة أنتم تدعموني فيها عشان أستمر في نفس المحتوى. خلونا نشوف الجهاز. ريلمي اكس 2 برو. هذا الجهاز يجيب شاشة 6.5 انش، نوع الشاشة سوبر أموليد. والمميز جدا بهذا الجهاز أن معدل تحديث الشاشة هو 90 هرتز. الشاشة فيها HDR10، وسطوع الشاشة يوصل إلى 1000 شمعة، وهذا شيء جدا مميز ولاحظته بالاستخدام الفعلي. حسيت أن الجهاز أوضح من بقية الأجهزة لأن سطوع الشاشة أقوى من بقية الأجهزة. الجهاز يجيب ذاكرة داخلية 256 مع 12 جيجا رام، أعلى شيء موجود بالسوق حاليا. والمعالج اللي موجود بالجهاز هو سناب دراجون 855 بلس، وأيضا يعتبر هذا المعالج من أقوى المعالجات اللي موجودة بالسوق. الكاميرات اللي موجودة على الجهاز هي 4 كاميرات. الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، والثانية 13، والثالثة 8، والرابعة 2، وراح تصور لك فيديو 4K 30 إطار بالثانية أو 60 إطار بالثانية. أما على دقة الفل HD 1080 راح يصور معك 30 إطار بالثانية أو 60 أو 120 حق السلو موشن، أو إذا تبي تصور دقة 720p راح يصور معك إلى 960 إطار بالثانية سوبر سلو موشن. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل وفيها ميزة الـ HDR، وراح تصور لك Full HD 30 إطار بالثانية. أما بالنسبة للصوت فالصوت جدا مميز بهذا الجهاز، يدعم تقنية الدولبي أتموس والهاي رز، وهما تقنيتين مختصين بالصوت العالي. راح يعطيك الصوت من الأعلى والأسفل بنظام الستيريو، وأيضا في مدخل الـ AUX، المدخل اللي لغى من أغلب أجهزة العالم. الجهاز يجيب بطارية 4000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع جدا 50 واط، يعني يشحن جهازك من 0 للـ100 بـ 35 دقيقة فقط. ونوع الشحن هذا اسمه سوبر بوك، ويجي داخل العلبة بعكس بعض الشركات اللي تعطيك شحن جدا سريع لكن ما تحطه داخل العلبة. وأيضا هذا الجهاز في بصمة أسفل الشاشة. مواصفات الجهاز جدا عالية، لكن الملاحظات اللي أنا عندي إياها رغم أن مواصفات الكاميرات جدا عالية إلا أنها ما تعطيني صور جدا عالية مثل ما أنا كنت متوقع مقارنة في بقية الأجهزة. لكن على كل هذه المواصفات سعر الجهاز أقل من $500، وهو سعر ما راح تحصله بأي جهاز ثاني يعتبر فلاكشيب من الأجهزة الرائدة. المواصفات اللي عليه جدا عالية مقابل سعر ما تحصله بأي جهاز ثاني. الجهاز عليه خدمات جوجل وما يعاني من هذه المشكلة. عن نفسي أشوف واجهة الاستخدام وايد حلوة اللي هم يستخدمونها. حبيت بساطة الانترفيس واجهة الاستخدام، حبيت المميزات اللي موجودة داخل هذا الجهاز. أتمنى أن هذه الشركة تدخل إلى جميع الدول العربية وتنافس الأجهزة اللي موجودة عندنا. كل ما زاد عدد الشركات والأجهزة اللي موجودة كل ما زادت المنافسة، وعطونا مواصفات أعلى بأسعار أرخص، وهذا من صالح المستخدم.
كانت هذه مراجعتنا، ايش رايك بالجهاز؟ اكتب لها رايك بالاسفل، لا تنسى تشترك بالقناه، وكان هذا موضوعنا لهذا اليوم. نوصل للختام، معكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامه.